يقول السائل: من فاتته صلاة الجماعة في المسجد الحرام فصلى مع جماعة أخرى، هل تحسب له 100,000 صلاة؟ إن شاء الله إذا فاتته صلاة الجماعة وجد جماعة يصلون يصلي معهم، وله الأجر من الله عز وجل. إذا كان فوات الجماعة لعذر، أما إن كان إنه متكاسل ويقول أبروح وبلقى جماعة، لا بلقى جماعة يصلون وصلي معهم، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز إنه يترك الجماعة الأولى ويترك الصلاة مع الإمام ويقول سأجد جماعة ثانين. إن كان هذا من باب التكاسل هذا لا يجوز، أما إذا كان حصل بدون اختياره لطول المسافة أو لعائق حصل له أو كان نائما واستيقظ متأخرا فهذا معذور وله الأجر إن شاء الله بنيته، لأنه نوى صلاة الجماعة وأدركها مع آخرين. نعم.